بيت الصفيحة، بيت الصفيحة. البيت يعني حاجة بترتكز أو بتأوي فيها صفيحة وما بتتحركش يمين وشمال. ده أول حاجة عندك. الحاجة التانية على طول طبعا البليتس أو الصفائح اللي بتبقى موجودة. اتفقنا مع بعض إن الصفيحة دي أو الجزء ده كله دي صفيحة طبعا معمولة من النحاس، ممكن تعملها من الخشب، ممكن تعملها من الأكريليك، ممكن تعملها من البلاستيك، ممكن تعملها من الورق، أي مطر ممكن تعملها منها. مفيش مشكلة بالنسبة لي. اتفقنا مع بعض ان في اشياء الاشياء دي طبعا رسومات وانحناءات طبعا كركبه كده من اول ما تشوفها، لكن لما تركز فيها واحده واحده هتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط. اول حاجه هنبص في الستريب جرافيك بوزيشن، احنا اعتمدنا على النقطه في المركز، النقطه دي بتاعه بليس اللي هي القطب الشمالي. يبقى مركز الاستوديو عندنا في الجزء الشمالي لازم يكون القطب الايه؟ الشمالي. يبقى ده بليس. طيب الشكل ده فيه الكروس ده موجود عليه حاجتين، الحاجه الاولانيه حاجه بتقسم الكره الارضيه او الكره السماويه بمعنى اصح الجزء الشمالي والجنوبي، الجزء الشرقي ايه؟ وغربي. طبعا اعتقد الجزء ده هيبقى شمالي والجزء ده هيبقى ايه؟ جنوبي، ولا الجزء ده هيبقى جنوبي والجزء ده هيبقى غربي؟ لو احنا بنبص على الاسطوانات الجزء اللي هو ده هيبقى ايه؟ جنوب فوق. جنوب فوق مظبوط، هيبقى عكس ما احنا متخيلين، لان احنا متخيلين انها هتبقى لازم، لان الجزء موجود عندنا في ايه؟ في المركز. فعشان اتفرج على الجزء بتاعي النصف الكره الشمالي هتفرج على نصف الكرة الشمالي وجزء من نصف الكرة الجنوبي والجزء الأكبر من نصف الكرة الجنوبي، وخصوصا احنا محظوظين اللاتيتيود بتاعنا كام؟ 30. 30 يعني هشوف تلتين السما، يعني باقي من السما هشوفه. طبعا ده حظ كبير جدا بالنسبة للناس بتوع نصف الكرة الشمالي أو الناس اللاتيتيود بتاعتنا الشمس. طيب الدوائر دي ايه؟ ايه الأقواس دي؟ القوس الأولاني ده يا جماعة بيسموها المقنطرات، بيسموها بالعربي كده المقنطرات. الترجمة الحرفية ليها بالهندسة اسمها زاوية الارتفاع، زاوية الارتفاع. يعني ايه زاوية الارتفاع؟ لو عندنا نجم من النجوم حد بيتفرج عليه أثناء شروق أو الشمس واحنا وهي بتشرق وهي بتطلع من عند الأفق، بنقول إن الزاوية اللي طالعة فيها كام لو هي بتساوي عند الأفق؟ بتساوي صفر. يبقى لو الشمس عند الأفق هتطلع عليها بتساوي كام؟ بتساوي صفر. وبالنسبه للمدار الجدي ومدار السرطان، احنا عندنا كام مدار
الارض موجودين على سطح الكره الارضيه ثلاثه. في ثلاثه زيهم موجودين في السماء. اذا كان في خط استواء ارضي فامتداده في الفضاء اسمه خط الاستواء السماوي. واذا كان في مدار ايجابي فيبقى في مدار ايجابي في السماء ممدود برضه دايره تحت في السماء اسمه مدار ايجابي. وفي مدار للارض اسمه مدار السرطان برضه امتداده هيكون في الفضاء اسمه مدار الايه؟ السرطان. يبقى عندنا كام دايره؟ ثلاث دوائر. المفترض ان انا عند خط الاستواء بيبقى فوق يمين وتحت يمين. عند خط الاستواء المفروض يبقى فيه السرطان وتحت هيكون فيه ايه؟ الجاف. صح؟ صح ولا صح؟ ده الارض عندنا مشهور. طيب يبقى المفروض مين اللي هيبقى في النص؟ الايكويت اللي هو عباره عن خط الاستواء. يبقى الدائره اللي في النص هتكون ما بين السرطان وما بين الجاف هتكون خط الاستواء السماوي. يبقى عندنا كام دائره يا جماعه؟ ثلاث دوائر. الدائره الاولانيه هتبقى مدار السرطان، الثانيه اسمها الايكويتور او احنا بنسميها خط الاستواء، وبعد كده الدائره الكبيره اسمها مدار الجاف. يبقى اكبر دائره في الاسترناب اللي بتصلح في الشمال هتبقى دائره مين؟ دائره مدار الجاف. في مشكله في مصر؟ نعم؟ بالعكس لو احنا هناك هتتعكس هتبقى مدار السرطان هيبقى اصغر دائره، واكبر دائره هتبقى مدار العكس، هيبقى الجاف هو اللي هيبقى اصغر دائره. ده بالنسبه للكره الشمالية. ده بالنسبه للكره الشمالية. تمام. لا وكلامك صح، بس احنا شايفين ايه من نصف الكره الشمالية؟ يعني شايفين قد ايه من نصف الكره الجنوبية؟ مش شايفين جنوب. لا مش شايفين كل القمر. لا شايفين جنوب كله. لا بالنسبه لي لو انت بصيت في السماء هتشوف جزء في الجنوب. ليه؟ الجزء اللي في الجنوب دوت اللي احنا شايفينه في السماء، يعني حضرتك لو مثلا وقفت في مكان مثلا من ايه؟ وانت واقف كده في مكان معين وبص للسماء. انت عندك لما تيجي تحدد المكان اللي انت فيه تحدد اربع اتجاهات. الاتجاه الاولاني هو هيبقى اتجاه الشرق وبعدين الغرب وبعدين الشمال وبعدين الجنوب. الجزء الجنوبي اللي انت شايفاه ده جزء من الجنوب، هم بيشوفوه هم كمان، يعني هم بيشاركونا فيه. طب هذا تعريف الجنوب. تمام. هذا بالنسبه لايه؟ خط الاستواء؟ بالنسبه لخط الاستواء، لا بالنسبه لخط الاستواء السماوي. ماشي؟ مش بالنسبه لخط الاستواء الارضي. طيب عند نيتسي في حاجه ثانيه يا جماعه اسمها الساعات، طبعا دي بيسموها الايكوال اورز او بيسموها الساعات اللا متساويه او الساعات المعوجه اللي بيسموها بالعربي، او زي ما ذكرت في بعض الكتب اللي بيسموها الساعات المعوجه. ده بالنسبه للجزء بتاع الجنس. في حاجه ثانيه بيسموها الريتي او بيسموها الشبكه او العنكبوت. ده الاسم او الترجمه بتاعتها. وطبعا ده كان مشهور جدا اسمه العنكبوت بتاعت جوف شوسر او الراجل اللي نقل فكره الحاجات بتاعت استرقالها للجهاز بتوع اوروبا كلهم او للحضاره الاوروبيه. وطبعا دي كانت اول عنكبوت اتعملت بالمنظر الجميل دوت، واي حد بيحاول يعملها بالشكل دوت بيستعين بالورق السوداني. طبعا حدث ولا حرج بقى في كلمه العنكبوت، ممكن تعملها زي ما انت عايز. يعني انت لو الراجل بتاع زخارف كتير وعاوز تعمل زخارف كتير ويهمك الشكل ويهمك المضمون هتعمل كده. وطبعا ده كان ظاهر جدا في ده هتلاقيه اسطرلاب شرقي، لكن ده هتلاقيه اسطرلاب غربي. طبعا الناس لو عملتها في ايران كانوا بيشوفوا الاعلام بتاعت الثقافه كتير جدا بالشكل اللي شايفينه. طبعا دي عنكبوت ودي عنكبوت ودي عنكبوت تقريبا في نفس المكان تقريبا، والشكل بتاعهم مختلف. الفكره كلها في الشكل ده، ده نجوم. اي عنكبوته هي عباره عن السماء نفسها ومقطعين منها النجوم اللي بتظهر لنا احنا، وبناخد اشهر النجوم اللي موجوده فيها، ما بناخدش كل النجوم. يعني لو خدنا كل النجوم هتتثبت، فبالتالي مش هعرف اشوف مين، مش هعرف اشوف البليت، او مش هعرف اشوف السطر. ودي كانوا بيسموها الميل او بيسموها الشاذر. نهايتها على طول يبقى ده مكان الميل. ومكان الميل طبعا محدد بحاجه هنعرفها ان شاء الله بعد شويه. ده بالنسبه للعنكبوت او الشاذر. في حاجه ثانيه اسمها المسطره او بيسموها الدور. المسطره دي اللي هو الشكل ده، دي بتقيس حاجه اسمها الديفينيشن او حاجه بيسميها الميل بالعربي. بنسميها مين؟ مين عن مين؟ المين عن خط الاستواء. طبعا هنعرف برضه تعريف المين بعد شويه. طبعا لو شلنا كلمه مقياس الميل للاجرام محدش طبعا يكمل كلمه السماويه، عشان هي مقياس الميل للاجرام السماويه، كله يكمل الجمله عشان محدش يشرح حاجه ثانيه. نيجي على ظهر الاسترولاب. ظهر الاسترولاب فيه حاجات كتير جدا احنا عارفينها، حاجات بنشوفها في البرنامج كل يوم. الكلمة التقويم. التقويم بتاع كل الحاجات اللي احنا بنشوفها، مثلا يقول لك كوبي مش عارف مين من يوم كام ليوم كام. ده اللي احنا عاملينه في ظهر الاسترولاب. ليه؟ عشان الناس كلها مش هتعرف تحفظ الدرجات بتاعت الاكليبتيك على مدار اليوم. وانت ماشي في الصحراء مش هتعرف تبحث، بتقعد تدور تقول الله ده يبقى مش عارف مين في برج ايه في درجه كام النهارده. لا،
ده مجرد ان انا اقول ان هو النهارده مثلا 15 في شهر 10 يبقى 15 في شهر 10 اشوف الشمس ساكنه فين كده تبقى سهله بالنسبه لي اعرف ابص واعرف اعمل دراسات واعرف اعمل حسابات كويسه جدا. ده بالنسبه لنظام الاسترولوجي. في حاجه كمان هنا كانوا بيسموها الصناديق بتاعه الظل. كانوا بيحسبوا منها الظل زمان وكانوا بيحسبوا منها الارتفاع وكانوا بيحسبوا منها حاجات كتير جدا. كانوا بيحسبوا منها النسب المسدسيه وكانوا بيحسبوا منها الوقت وبيحسبوا منها ارتفاع الشمس. وطبعا فكرتها بسيطه جدا وان شاء الله هناخد تطبيق عنها النهارده. ده بالنسبه لنظام الاسترولوجي. جاست ان هو مش اكتر من كده هو لان هو الهدف الرئيسي بتاع نظام الاسترولوجي ان هو كان يعمل كده. لكن دي كلها زيادات. زيادات على فكره زيادات عربيه. وهنا برضه كان في حاجات زيادات عربيه بالنسبه لاتجاه تحديد اتجاه بتاعنا او اتجاه الكلمه وتحديد بعض المواد. نيجي عند انواع الاسترولاب، الاسترولاب تنقسم لاكثر من نوع حسب نوع الاسقاط. لو انا اسقطت الكوره على سطح هسميها استرولاب مسطح. كانوا بيسموها حتى زمان المبطخ. تمام؟ او المبطخ. واحنا بنسمي الاله دي ذات الصفار. ذات الايه؟ الصفار. طبعا احنا اتكلمنا من شويه صغيرين عن الاسترولاب الثاني بتاع مين؟ بتاع شرف الدين الطوسي المظفر بن مظفر اللي احنا قلنا عليه الاسترولاب الخاص. الاسترولاب الخاص متميز ان احنا هنعمل نوع من الاسقاط تاني. يبقى الاسقاط اسقط بقى الكره على خط مستقيم او على الشكل اللي احنا شفناه ده. في حاجه بتشيل برضه الطول الشمالي، واحده بتشيل الديكتيك، والثانيه بتبدا متحركه عشان اعرف اعمل بيها القياسات. وعلى فكره ده معقد جدا، وبالرغم انه معقد جدا الا ان حساباته اقل في الدقه من الاسترولاب الكلاس اللي هو الاسترولاب المسطح. يعني قليل في الدقه من الاسترولاب المسطح. يعني قياساته دقه. النوع الثالث وده طبعا بينسب لهيبارتوس وبعدين ارشميدس عمل واحد بقى كامل وعمل متحرك وكانوا بيسموه اله تتحرك يعني بالعفاريت زي ما بيسموها لان كانوا مش مصدقين ازاي بتتحرك مع حركه الافلاك. ده بيسموه الاسترولاب الكري او الكوكلي او بيسموه الاسترولاب اللي على شكل الكوكلي. طبعا ده مفيش نوع من انواع الاسقاط خاص لان جاب السماء ونقلها بالظبط على كره من النحاس او كره من الخشب. ومفيش نوع من انواع الاسقاط. والنجوم عمل اشكالها بشكل بسيط جدا والاشكال بتاعه الاكويتر وبتاعه الجنوب معموله برضه هنا اهو لو تلاحظيها ان هو سقط السماء وعملها كوره قدام زي الجنوب اللي احنا بنشوفه ده اللي عملها. تمام؟ فيبقى شايف جزء من الجنوب. دول ثلاث انواع من الاسترولابات اللي احنا بنعملها الخطي المبطح او المسطح واللوكالي او الكلي. دول ثلاثه طبقا من انواع الاسقاط الثلاثه اللي احنا بنتكلم عليها. في استرولابات ثانيه المفروض احنا هنضيفها للانواع. يعني انا جيت على الكتب وقلت ان انا هشوف ان اذا كانت الاسترولابات ثلاثه ولا اكثر فلقيتهم فعلا في كل الكتب ثلاثه. لكن ليه ما نكونش اكثر من ثلاثه؟ ليه ما نصنفش اكثر؟ لان هم مختلفين. ده مختلف عنه في نوع من انواع الاسقاط وغير مركز الاسقاط كمان. بتاع الصفيحه الزنقريه ده اللي بيسموه الاسترولاب او اليونيفرسال استرولاب او الاسترولاب الشامي. لو تلاحظوا ان المركز بتاعه مش هيبقى بالنسبه لنا المره دي القطب الشمالي. وكده انا ممكن استخدمه في اي عرض من العروض بسهوله جدا، وانا كده بسيب الكره الارضيه قدامي بالشكل حسب اللي فيه واللون الجديد اللي موجودين فيه بسهوله. ده بالنسبه لليونيفرسال استرولاب. وده اللي عامله زي ما احنا اتفقنا على ابراهيم استرولاب. يبقى نوع. في نوع بيضيفوه لنوعهم وما بيضيفوهوش، يعني كان ممكن يضيفه وممكن ما يضيفوش. طبعا الاسترولاب ده عمل مشكله كبيره جدا في احد الجزر اليونانيه اللي لقوه السنه اللي فاتت. لو حد فيكم شاف وفي على اليوتيوب كتير جدا عنه. وعملوا له اكس راي وشافوا له حاجات كتير جدا لان طبعا يعتبر اقدم اله بتحسب على ظهر الكره الارضيه. طبعا دي حاجه تاريخيه مش حاجه تاريخيه وبس، ده قيمه. والقيمه دي فعلا لازم يعملوا لها حكايه كبيره جدا. ولهم من الحسابات ان اقدم اللي احنا بنتكلم عنه اللي احنا بنتكلم عنه في المقدمه التاريخيه كله ضاع في المقابل اللي هم شافوه بالنسبه لحكايه التاريخ للاله دي. يعني هيبارتوس تقريبا كده يعني كان بينه وبين اللي عمل الاسترولاب اكثر من 300 400 سنه. واحنا بننزل الاسترولاب لمين؟ لهيبارتوس. وطبعا تقريبا الموقف مش هيبقى صحيح ولازم نصحح الموضوع ده. اللي بيبقى في كتب طبعا اكيد الكتب هي طبعا دي، لان الحاجات اللي اتعملت السنه اللي فاتت ومشهوره جدا طبعا على اليوتيوب. الاسترولاب ده بيسموه الاسترولاب البحري. الاسترولاب البحري يعني ايه؟ مجرد ان انا بشوف فيه فقط النجم الشمالي وانا ماشي في البحر. لو انا شفت النجم الشمالي وانا ماشي في البحر نظر النجم الشمالي اي مكان على سطح الكره الارضيه بيديك حاجه اسمها اللاتيتود بتاعك. يبقى انا لو شفت ده من العين بتاعتي وفرجت على النجم الشمالي المفروض هيجي على 30. المفروض هيجي على كام؟ 30 تقريبا كده موجود على التلسكوب المفروض. ولو رحنا شفنا الاسترولاب اللي موجود التلسكوب اللي موجود بره هتلاقيه متثبت برضه بزاويه 30. الزاويه دي تقريبا هنا هتقابل مين؟ هي زاويه الارض عندنا، زاويه مصر بالنسبه للقطب الشمالي. طب البحاره كانوا بيعملوا ايه؟ طبعا كانوا بحاره كانوا بيلفوا على الكره الارضيه كلها
فطبعا كان بيبصوا بالاسكولاب ده اللي هي الرباطه دي وكانوا يبصوا من خلالها، ولما يبصوا من خلالها يشوف الزاويه كام. طب لو شاف الزاويه كام يبقى عارف ان هم انتقلوا من بلد لبلد ثانيه من عرض لعرض تاني. طبعا ده اسمه الاسكولاب ايه؟ البحر. طبعا الاسكولاب جميل جدا وظريف واي حد يستعمله، وبرده في حاجات هاو تو ميك اسكولاب برده بنفس الحكايه على الانترنت موجوده بنفس الشكل وعميده التولز بتاعتها.